شو تتوقع الازرق الازرق اكيد منتخبكم ما شاء الله عليك رونالدو مال ايطاليا رونالدو مال البرتغال البرتغال ضد ايطاليا ايطاليا يفوزون صح زين عيسى زين كان بكسر الجول من الحكم زين من الحكم ابوي ابوي ابراهيم وانا ابي يستوي لعب محمد جواد اظن اوكي اوكي حمد كيف يعني بتخلي حرام كيف كيف تعرف في الفيديو يعني يلا كيف عرفت كيف اصلا كيف تشيل شيء انا ما اعرف حمد حمد شو تلعبون حسين ردوا ورا ردوا ورا اي فريق انا ما جول ايش جول ليش جول في حد يعرف يعني في الاخر على اللون لا في حد اقوى عيسى اقوى في حد صبر صبر من بيطلع كبل ما صار في حركه اوكي ورا ورا ردوا 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 كل واحد على واحد نحسب ابو جواد ابو جواد تعب تعب حركات هاي شو لسه زاويه اليمين ضيع حركه عيسى محمد افضل لاعب يوسف شو تعليقك على المباراه الصراحه يعني كسرين تكسير ايه خلوني اعض الارض تعض الارض ايه
ما شاء الله. بس خوش مباراة كانت ولا؟ كسروك عيلها؟ بس شو رجولك اوكي؟